تابع المقدمة والمركز الأول والمندفعة بصدارة هذا الشوط بعد أن قطعنا أول كيلومتر من مسيرة هذا الشوط. نتابع هنا شعار بن مفتاح من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة. هنا مندفعة بالمقدمة هي شخصية لمبارك بن علي بن راشد بن مفتاح الشامسي من يأتي بشخصية بهذا الانطلاق. بينما المركز الثاني هنا بلورة من تأتينا بهذا الانطلاق أو بلوى لسالم بن إبراهيم بن سالم بالكورة المزروعي تنطلق على المركز الثاني. والمركز الثالث شعار بن بيشان من يأتينا على المركز الثالث بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز. هناك الغزي لبيشان بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي من تنطلق على المركز الثالث. والمركز الرابع والمتسلسل من الجانب الآخر والمنطلقة بهذا الأداء الجميل هنا تأتينا هناك مهابة لأحمد بن الحميدي بن عبد الله بن عمي الشامسي. وعلى المركز الخامس تأتي هنا هذه اللحظات وانطلاقة كشة القادمة لسيف بن أحمد بن خزاعة العامري بانطلاقتها وتحدياتها. خامسا بينما المركز السادس انذار عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي يقدم لنا انذار بهذا الانطلاق وتحدي. المركز السابع تتواجد الشاهينية هنا لعبيد بن سويدان بالصباري العامري هنا منطلقة بتحدياتها الجميلة. زعزعة قادمة محمد بن سعيد بن عيف العامري يقدم لنا زعزعة هنا أيضا. دارين القادمة أي هذا اللحظات أو دارين حمد بن الدحبة بن صقوح العامري من يقدمها بالانطلاق وبالتحدي المميز. ومن الجانب الآخر هناك في هذه اللحظات نصايح عبد الواحد بالخزاعة بالعثة العامري من يأتينا بانطلاقتها وتحدياتها الجميلة. ها هي الأسماء المنطلقة، ها هي الأسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس خلف المراكز العشرة الأولى. هناك أسامي، هناك شعارات تتواجد بالانطلاق وبالتحدي الجميل. نتابعهن هنا بالعين المجردة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى شخصية المنطلقة بصدارة وبالمركز الأول. أول مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي من يقدم لنا شخصية على الصدارة وعلى المقدمة. مهابة في المركز الثاني أحمد بن الحميدي بن عبد الله بن عمي الشامسي يأتينا هناك بشخصية في هذه اللحظات بمهابة على المركز الثاني. والمركز الثالث لغزي البيشان بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي من تنطلق بهذا الأداء. بلوى القادمة على المركز الرابع هنا لسالم بن إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي من يقدم لنا بلوى بهذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا. والإثارة المتميزة وصلت هنا بهذا الأداء. إنذاري على خامس مراكزنا تأتينا بانطلاقتها عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي يقدم لنا إنذار بهذا الأداء. أما المركز السادس تأتينا دارين بهذا الأداء هنا لحمد بن الدحبة بن صقوح العامري قدم لنا دارين الشاهينية. على المركز السابع هنا منطلقة السيد عبيد بن سودان بالصنباري العامري هنا بهذا الأداء المميز. ولكن أرى تسلل من وجود مايد بن سيف بن طماش المنصوري يقع هنا أو هنا شقرة
شقرة سالم بن حمد بن محمد العامري من تنطلق بهذا الأداء شعار بن مرحومة من يأتي بأداء جميل هنا وتحديات جميلة القادمة. هناك نصايح عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري هنا شعار مبارك يأتي بهذا الأداء المميز الجميل وتاسع المراكز المركز التوسع هنا في هذه اللحظات كدش القادمة هنا لسيب بن أحمد بن خزع العامري وعلى المركز العاشر الطويلة لسالم بالغبشي بن محمد المحرمي من يأتينا بهذا الأداء المميز الجميل والانطلاقات والتحديات المتميزة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط وإلى المركز الأول ولا زالت شخصية على الصدارة شخصية على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعة بصدارة هذا الشوط ولكن أرى بلوى بلوى هنا بلوى من غيرت في هذه اللحظات بهذا الأداء المميز الجميل هنا وانطلاقتها وتحدياتها هنا بلوى لسالم بن إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي هذا الأداء الجميل هنا ركز أبو حشر مع الثلاث كيلومترات وانطلاقة جسر العبور هنا ما تبقى على هذا الأداء هذه النوعيات المتميزة شخصية على المركز الثاني هنا بانطلاقة مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشومسي انذار قادمة على المركز الثالث عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي أبو سلطان يقدمها على ثالث المراكز مع أشواط الانتاج والمنتجين مهابة تأتي على المركز الرابع أحمد بن الحميدي بن عبد الله بن عمي الشامسي وهنا لغزيل بيشان بن محمد بن فهير بن بيشان العجمي تنطلق على المركز الخامس والمركز السادس هنا تأتينا داريني بهذا الأداء حمد بن دحبة بن صقوح العامري يقدمها بانطلاقتها وتحدياتها شقرة أيضا قادمة هنا سالم بن حمد بن محمد بن مرحومة العامري من يقدم هذا الأداء المميز هنا هو انطلاقة شقرة الشاهينية عبيد بن سودان بالصنباري العامري أيضا قادمة الله الله الاسم القادم هنا الاسم القادم والقادم أحلى من الجانب الآخر التسلل هنا من الطويلة لسالم بالغبشي بن محمد العامري بهذا الأداء والمركز التاسع المركز التاسع من الجانب الآخر هناك والمنطلقة بأدائها الجميل وتحدياتها عزايم لسيف بن سلطان بن محمد العرياني من يقدمها على المركز التاسع أما المركز العاشر تأتي نصايح عبد الواحد بن خزاع بالعثة العامري على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وبدت الأسماء بدت الأسماء تقترب رويدا رويدا بدت التدخلات الجميلة الله الله التجمع ملحوظ والأداء مميز يا سلام أرى أسامي قادمة ولكن الصدارة انذار من غيرت على الصدارة انذار من غيرت على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط انذار انذار تنطلق بالصدارة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي هنا على المقدمة بلوى على المركز الثاني بلوى سالم بن إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي هناك شقرة سالم بن حمد بن محمد بن مضحية العامري وهنا مهابة رابعا مهابة وأرى شعار بالخارس وصل بحياب وصل مضمر العدلة وصل هنا مع الشايبة أحمد بن علي بن سالم بالخرس نكتبي من يقدمها ما يبنى لها طاري أول إذاعة تتدخل هنا مع الانعطاف الأخير هذا الأداء الله الله هنا أيضا هنا بنت مدلل محمد بن قنون بن سعيد بن كديدة الفلاسي مع الكيلو الأخير غادرنا الكيلومتر الأخير الله الله بنت مدلل من غيرت على الصدارة غيرت على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط يا سلام الله الله الله
الله الله القادم أحلى، القادم أحلى، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء، على هذا التجمع الملحوظ الأخير لمن الفوز، لمن الناموس. يا سلام يا سلام، المركز الثاني النار في المركز الثاني، عيسى بن سعيد الخيالي. المركز الثالث عزايم السيف بن سلطان العرياني، ووصل هنا رعى اليمشى مع إثارة حمد بن هيان بن سالم العامري. عادت شخصية، عادت شخصية بهذا الانطلاق الجميل هنا بهذا الأداء، وشعار مبارك من راشد بن علي بن مفتاح، وهنا الوصول من الغزيل أحمد بن عبيد بن أحمد بن بليد. المرر وراكن مدللة، مدللة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، شخصية القادمة. الله مدللة شخصية، السلام الله، التحديات الأخيرة، ولكن بنت مدلل هي الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. سلام مدينة دبي، سلام سلام لجميرة، سلام على هذا الأداء المميز الجميل لبنت مدلل. تهانينا والناموس هنا لمحمد بن قلور بن سعيد بالكدادة الفلاسي. بينما المركز الثاني شخصية مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، وصلت لغزيل أحمد بن عبيد بن أحمد بن بليد. المرر على المركز الثالث والمركز الرابع، كان الانطلاق من دارين حمد بن حمد بصقوح، حمد بن دحبة بصقوح العامري. وعلى المركز الخامس هناك وصلت شقرة لسيف بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي، من أتتنا على المركز الخامس. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود هنا بالانطلاق، نعود بالتحدي وبالإثارة مع أيضا هنا بنت مدلل وانطلاقتها وتحدياتها لمحمد بن قنون بن سعيد بالكديدة الفلاسي. وسلام لمدينة دبي، سلام لجميرة على هذا الأداء المميز الجميل. وتوقيت هذا الزمني 12 دقيقة هي الحاضرة في هذا الأداء المميز الجميل والانطلاق المميز. 36 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، شخصية من حلت على المركز الثاني، مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. قاطعة المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا 12 دقيقة 37 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية. بينما الغزيل من وصلت على المركز الثالث هنا الأمتار الأخيرة. مشاهدينا الكرام، واثناشر دقيقة 38 ثانية وجزء واحد من الثانية أو جزئين من الثانية، توقيت لغزيل. تهانينا لأحمد بن عبيد بن أحمد بن بديد، المرر على هذا الأداء المميز. تهانينا وناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، عشاق الأصالة،